ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ الصواب في هذا المسألة أن الذهب والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من أهل العلم، واختلف العلماء في ذلك، فذهب قوم إلى أن الحلي المستعملة للنساء وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها بمثابة الإبل المستعملة وأشباه ذلك، لأنها لم تعد للنمو وإنما أعدت للعمل والاستعمال ونحو ذلك، أو يراد بها ذلك وإن لم تستعمل. وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من العلم، وذهب آخرون من العلم ورواة جماعة من الصحابة إلى أنه لا بد من الزكاة للأدلة العامة والخاصة. الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سدحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، مع أنه قول سبحانه وتعالى: ولن يكرهن الذهب والفضة ولا ينفقن في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد علم بالأدلة أن الكنز وكل مال لا تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرض، وكل مال تؤدى زكاته ويؤدى حقه فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وأحاديث خاصة ورد في الباب أيضا، قد روى أبو داود النسائي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب وفي سواران من ذهب، فقال: أتعطين هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار؟ قال: قسما. قالتهما لله ولرسوله، فهو سبب لا بأس به، فهو مؤيد للعام ودل على ما دل عليه العام. وهكذا ما روى أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، كانت تلبس أضحى من ذهب، فقال: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال لها: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها أن الحلي ما فيها زكاة، بل قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فدل على أن ما لم يزكى فهو كنز. في أدلة أخرى، وهذا هو الصواب، هذا هو الأرجح إن شاء الله والأقرب، أن فيها الزكاة يعني الحلي إذا بلغت النصاب، والنصاب بالذهب 20 مثقالا مقداره من الجنيه السعودي الآن 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه، يعني حوالي النصف. فإذا كان الذهب عندها يبلغ هذا المقدار 11 جنيه ثلاثة أسباع جنيه من الذهب زكته، وما كان أقل من هذا فليس به شيء. والفضة 140 مثقالا، النصاب 140 مثقالا، فإذا كان لديها ما يبلغ من الفضة 140 مثقالا 56 ريال فضة زكى، وإن كان أقل من هذا فليس به شيء. والواجب أن يزكى هذا المقدار وما فوقه، هذا أبعد بين الأقل، لكن هي ونصف و 65 ريال فضة هذا الأقل، وما زاد هو بحساب ذلك إلى الملايين وآلاف الملايين. الذين لا يزكون على القول الآخر هل يأثمون؟ على حسب اجتهادهم، طالع المجتهد أو قال بعض أهل العلم نرجو أن لا يكون عليهم مثل هذا. كيف يكون الرجل الفضة؟ قد يكون عنده فضة، قد يكون عنده فضة هواتيم أعدها للبس أو للبيع أو في بندق أو في سلاح آخر أو في سيف أو في خنجر أو ما أشبه ذلك، يبلغ النصاب يعني.